نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم اللعبة. احنا متواجدين اليوم في نادي اليرموك وعندنا أحد ألعاب المبارزة المميزة لعبة الفلوري. خلكم معنا بعد الفاصل نتعرف على هذه اللعبة أكثر. السلام عليكم، معاكم محمد الرباب لاعب نادي اليرموك. اليوم نتكلم عن لعبة المبارزة. لعبة المبارزة لعبة فرنسية، لعبة الملوك بالسابق. اليوم راح ناخذكم على قولتهم جولة. هي لعبة المبارزة تنقسم حق ثلاث أقسام، والقسم اليوم اللي بنتكلم القسم الأول قسم الفلوري اللي هي لعبتنا. قواعد المبارزة تختلف من لعبة للعبة. عندنا ثلاث أنواع، اللعبة الأولى اللي هي الفلوري، وعندنا اللعبة الثانية لعبة السابر، وعندنا اللعبة الثالثة اللي هي البي اللي هي على قولتهم الهدف جميع مناطق الجسم. بالنسبة لمعايير اختيار اللاعب، طبعا مثل ما انتم عارفين لعبة المبارزة محتاجة الى مرونة ومحتاجة الى سرعة ومحتاجة الى امور فنية صغيرة. اذا بنتكلم عنها فمحتاجين ان نأسس اللاعب منذ الصغر، يعني نتكلم عن العمر من 8 إلى 12 سنة. بالنسبة لرياضة المبارزة الكل ماخذ عنها فكرة أن هي لعبة عنف، لعبة أعصاب، لعبة فيهم خوف من السيف. بالعكس، اللعبة آمنة وعلى قولتهم سلسة ومرنة بكل النواحي. من أهم إنجازات نادي اليرموك، إحنا طبعا السنة اللي طافت إحنا طلعنا بالدوري العام المركز الثاني الحمد لله بمجموع النقاط، وإذا بنتكلم عن الموسم هذا إن شاء الله مستعدين وكامل استعدادنا. بالبداية قبل أسبوع الشباب ما قصروا، الشباب الفلوري جابوا المركز الأول بطولة المستجدين التنشيطية، وإن شاء الله هالأسبوع في بطولة الناشئين والعموم إن شاء الله بإذن الله نحقق أفضل المراكز. وشكرا. نطلع معكم أعزائي المشاهدين فاصل ثم نرجع نستكمل معكم حلقتنا. نتكلم عن لعبة المبارزة بالذات، شنو اللي خلاك تختار لعبة المبارزة مع العلم أن في ألعاب كثيرة؟ لأنه شيء جديد، يعني هم قالوا لي تعال كرة قدم، قلت لهم لا بمبارزة لأنه شيء جديد. يعني شلون شفت قوة المبارزة بعد ما دخلتها؟ شفت انها لعبه زينه وتمرنت يا ربعي وشي وحسيت انها زينه. المبارزه ثلاث انواع، انت تلعب الان فلوري وفي نوعين اخرين، شنو اللي خلاك تختار الفلوري بالذات؟ لان الفلوري يعني احس انها فيها تنافس باللعبه. يعني نتكلم عن لعبه المبارزه ونشوف لبسها معقد ورياضه شوي تحس انها مو مجهده او متعبه مثل باقي الالعاب، شلون تشوف يعني الناس اللي رايهم هذا؟ لا اللعبه زينه وما شاء الله يعني فيها تعب وزين. يعني قاعد تخسر فيها وزن، قاعد تصير لياقه عندك؟ ايه الحمد لله. يعني شاركت في بطولات، شاركت في مسابقات؟ شاركت بطوله بالكويت وشاركت بالرياض ما شاء الله. شنو الانجازات اللي حققتها والميداليات؟ خذينا ثالث فرق مره وثالث مستجدين مرتين وخذيت ثالث بالرياض ما شاء الله. هذه الانجازات تعطي اللاعب دفعه معنويه انه يقدر ينجز ويعني يعطي اكثر في هذه اللعبه. هل فكرت انك تغير يعني تروح سباير او تروح لعبه ثانيه غير فلوري؟ لا ما الفلوري يعني انا تام فيها من وانا صغير وقاعد اشوف اني قاعد انجز فيها فتميت على اللعبه. نصحت ربعك اخوانك اهلك احد ممكن يدش وياك في هذه اللعبه؟ اي نصحت اخوي يدش معي اللعبه والحمد لله ما شاء الله. كمل معاك ولا راح قدم؟ لا كمل معي كهو موجود ما شاء الله. اكيد ان انت بصفتك الاخ الكبير لازم تعطينا نصايح ولازم تاهله اكثر لهذه اللعبه. اي اهله اقول ان اللعبه زينه وكذي. بداية الدخول كانت 2015 عن طريق المدرسة، جيت هني وشفت الثلاث لعبات اخترت منهم الفلوري لأن فيها أكثر تركيز وتخليك تركز. يعني لما أنت
نتكلم عن الألعاب المدرسية، المبارزة ما تمر في الألعاب المدرسية، شنو اللي خلاك تختار المبارزة بالذات؟ لأن تنمي العقل، يعني تخليك في يعني فيها تركيز وايد، فتخلي عقلك دائما شغال حق التركيز. ما شاء الله. نتكلم عن هذه اللعبة، يعني سمعنا من الكابتن ما شاء الله أنت الأول على الكويت في هذه اللعبة بالناشئين، صح؟ إي الأول على الكويت بالمستجدين، والثالث بالناشئين الأشبال. أكيد هذا المركز يعني يعطي لاعب يعني ثقة بنفسه، يعطي تحضير أكثر لهذا الموسم. كلمني عن دخولك في هذا المجال وأنت الأول ما شاء الله في هالسنة هذه، أكيد محضر أكثر. يعني هذا الموسم جاهزين إن شاء الله، وراح نحقق ميدالات أكثر إن شاء الله. بإذن الله. شنو مجهزين لهالموسم؟ تجهيزاتنا حق الموسم، أول شيء نبتدي باللياقة، بعدين نبتدي بالمبارزة. لازم الجسم يكون أول شيء متعود على التعب وشيء. نتكلم عن هذه اللعبة فيها أسلحة ممكن وفيها ممكن إصابات تحصل، فالأهل والإخوان ممكن يعني يخافون على عيالهم إذا دشوا هذه اللعبة، فأنت شنو نصيحتك لهم اللي يخاف إنه يقول أنا بدش مبارزة بس أخاف ممكن لعبة تعامل مع سيف؟ أنا نصيحتي يعني لا يخافون، إن المبارزة أمان وهي إصابات يعني طفيفة، مو إصابات قوية حيل يعني. أنا تعلقت فيها أولاً إن أبوي كان بالأساس كابتن للسلاح السابر، فهو اللي خلاني إن أنجذب لهاللعبة. أول شيء أنا كنت ألعب بالسلاح السابر، بعدها أنا فجأة أقنعت نفسي إني بجرب سلاح جديد، إن هالسلاح يعتبر من أصعب الأسلحة اللي تلعبها بالمبارزة. فاللي تعلمت فيها إن شلون أخذ الديستنس اللي يقول عنها المسافة وقت اللعب، وشلون تلعب اللعبة عن طريق ذكائك. الواحد يعني يستغرب ان ابوك كابتن السايبر ما شاء الله، الله يخليك لك ان شاء الله، وانت لعبت الفلوري، واحد ممكن يستغرب في هالنقطه يعني. اي راي يستغربون فيها، لان الواحد ما يكون واقف مع ابوه او انه يبي يتعلم نفس الشيء، يكون يبي يجرب الشيء المختلف عشان يحقق له المجال اللي يبي يسوي طموحاته. سايبر ما اشتقت له؟ بلى اشتقت له شوي. بس انت ما شاء الله مكمل وقاعد تنجز بالفلوري. قاعد انجز بالفلوري. عن يعني لعبة الفلوري، شنو الإنجازات اللي حققتها والمسابقات اللي ممكن دخلت فيها؟ أنا دخلت أكثر من بطولة، بس آخر بطولة لعبتها كانت أول بطولة خارجية ألعبها بالكويت. أنا خذيت مرتين المركز الثاني للمستجدين، وخذيت مرة فرق لعبنا مركز الثالث، وآخر بطولة لعبتها كانت بالرياض، جبت المركز الثالث. أكيد البطولات الخارجية تعطي ممكن توتر أو ممكن ثقة بالنفس بالنسبة للاعب، شنو اللي حسيته من خلال البطولات الخارجية أو اللي أثر عليك؟ اللي أثرت علي إن قاعد تعطيني نفس، قاعد يعطيني نفس حرفة وقت اللعب، أو يعطيني نفس سكيلز اللي يقول عنه، ويخليك إنه ما تكون مكتئب أو تكون متوتر وقت اللعب، يساعدك على إنه تكون قوي وقت اللعب. وثالث شيء اللي استفدت فيه لما لعبت البطولات اللي برا، عدد لاعبين كانوا وايد، وكل لاعب يكون عنده طريقة مختلفة للعب، ما أكون متعود نفس شلون اللي قاعد ألعبه بالكويت. هي لعبة حلوة، وشنو مثلاً قالوا لنا نروح ندش أو ألعب، هذه لعبة جديدة وكذي، فقلنا خندشها كذي ونلعب. جربت الألعاب الثانية، قدم، سلة، يد؟ إيه أكيد. شنو اللي حبيتها من الألعاب الثانية؟ فيها لياقة شوي كذي. حبيت القدم ولا اليد ولا سلة؟ القدم. ليش ما كملت فيها، ركزت على المبارزة؟ لأن هي شيء قديم وكذي، هذه اللعبة شيء جديد، عرفت كذي. ما شاء الله أنت قاعد تبرز في هذه اللعبة عشانها جديدة وعندك فرصة، أكيد إن المدرب حببكم في اللعبة، قاعد يسهل عليكم القوانين والإجراءات. إيه طبعا. ما تخاف من كثر الوايرات اللعبة؟ ممكن واحد يخاف منها من كثر الوايرات والكهرباء اللي فيها. هو شوف أوكي أنا أخاف، بس عادي خايف منها وبس. ما شاء الله تغلبت على خوفك وقاعد تبرز فيها. اي اكيد. شاركت في بطولات في مسابقات؟ اي اكيد شاركت بطولات وكذي. شلون تشوف يعني اجواء البطولات والمسابقات؟ هل اجواء متوتره، اجواء صعبه؟ هي شوي متوتره، بس ان الواحد لازم يتعود عليها عشان يقدر يكسب ثقه، وانه يدخل في يعني ممكن ثقه تامه وقلب قوي. اي صح اكيد. زين قادر انك تحقق انجازات في هذه اللعبه ان شاء الله؟ ما حاولت تتحول في يعني ابي ولا سايبرو؟ حاولت اني ابدل، بس شفت ان اخوي داشه وكذي، قلت خلاص خلينا نكمل فيها. بعد ما شفنا معكم اعزائي المشاهدين احداث حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا معكم الى الختام. نشوفكم باكر في حلقه جديده ولعبه جديده، فما الله.